السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا الكرام من صحيفة صوت العراق ومقال الكاتب جاسم الحلفي بعنوان القطاع الزراعي إمكانيات مبددة ومورد مؤجل. قال فيه: لا نضيف معلومة جديدة إن بينا أن العراق بحكم جغرافيته هو بلد زراعي أساساً، ولا نزيد معرفة حين نكرر أن التوثيق التاريخي لشجرة النخيل سجل في المدة 4000 قبل الميلاد في مدينة أريدو الواقعة في جنوب أور في جنوب العراق، ولا نكتشف أمراً إن قلنا إن جميع حضارات وادي الرافدين كالسومرية والبابلية والأشورية قد اعتمدت الزراعة عمودا لاقتصاداتها. وأضاف الكاتب: لكن المؤلم هو أن طغمة الحكم التي سيطرت على زمام الأمور هي من تجهل قيمة الزراعة في الاقتصاد. فلو لاحظنا مثلا أن الزراعة لا تمثل سوى 4% من الناتج المحلي الإجمالي حسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2020، مع أن نسبة الذين يعيشون في المناطق الريفية تبلغ 30% من مجموع السكان. عز عقلية طغمة الحكم من الاستفادة من الزراعة في تنمية الاقتصاد العراقي، ويدل على إهمال الحكومات المتعاقبة لهذا القطاع الحيوي. وإذا وجدت فقرة تتحدث عن الاهتمام بالزراعة في برنامج الحكومات المتعاقبة أو في ميزانيات الحكومة، فهي عبارة عن ذر الرماد في العيون. أما المبادرة الزراعية التي سبق وأطلقت وأنفقت عليها أموال طائلة تعد بمثابة رشوة سياسية لكسب الموالاة والتأييد لطغمة الحكم ومنهجها المحاصصاتي، إذ ذهبت الأموال إلى غير محلها، حيث أنفقت على شراء القصور الفارهة وبناء المضايف المبالغ في فخامتها والسيارات الحديثة وأمور أخرى ليس لها علاقة بأصل المبادرة، حيث لا رقابة ولا محاسبة. يخطئ من يتصور بأن المتنفذين أحرار في رؤيتهم، فقد فرض عليهم برنامج متكامل أمروا بتنفيذه يقوم على تحطيم كل مقومات الاقتصاد الحقيقي الزراعي والصناعي وتبديد إمكانيات تنمية هذين القطاعين الهامين. القرار هو إفقار العراق زراعياً بهدف إخضاعه للإرادة الإقليمية التي لا تريد من العراق سوى سوق استهلاكي لمنتوجاتها، وتحويله من بلد منتج إلى مستهلك، من بلد مكتف بحدود معينة لأكثر من مادة زراعية إلى مستورد حتى للفجل والبصل. كشف تقرير عن مخاوف من انخفاض عدد المسيحيين في العراق إلى 50,000 شخص، مشدداً على ضرورة توفير العناية لهم للتقليل من هجرتهم، وذلك بتوفير مستلزمات العيش وفرص العمل. وذكر تقرير لموقع ريجستر الإخباري ترجمته المدى أن المسيحيين وبعد 20 عاماً من الغزو الأمريكي للعراق ما زالوا يعانون تبعات الحرب ويواجهون تحديات ومصاعب وتهميشاً وقلة فرص عمل. قال مطران الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في أربيل بشار وردة بحسب التقرير: إن ما حصل من تبعات الغزو الأمريكي للبلد عام 2003 أنه جلب الموت لكثير من الناس ودمر العراق بشكل كامل تقريبا، وشهد ظهور تنظيم داعش الإرهابي وكذلك اندلاع معارك في الشرق الأوسط. تسبب الغزو أيضا بتدمير حياة كثير من الناس ومعيشتهم، وأجبر عوائل على مغادرة البلد. وتابع ورد أن تعداد المسيحيين في العراق قبل العام 2003 كان أكثر من 1,300,000 شخص ويتمتعون بحقوق وامتيازات، أما الآن فإن عددهم أقل من 250,000 شخص. ونوه التقرير إلى أن الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في العراق ما يزال يشكل كثيراً من العقبات التي تواجهها الأقليات من المسيحيين من إقصاء وإهمال مع غياب التمثيل المناسب لهم في البرلمان والحياة السياسية. إلى صحيفة الميثاق الوطني نقرأ مقالة للكاتبة ثائرة كرم العقادي بعنوان فساد مؤسسات الدولة وانهيار الاقتصاد العراقي. جاء فيه:
على الرغم من عشرات المليارات من الدولارات التي تدخل خزائن العراق من مبيعات النفط، إلا أنه يعاني من أشد الأزمات التي تعيشها العديد من بلدان العالم الثالث التي تفتقر إلى أي من مصادر الدخل، إذ اتفق الجميع على أن الفساد السياسي وراء كل ما يحدث وأي خطط أو توجهات نحو الاقتصاد لا يتزامن معها تحول سياسي قد يكون الإخفاق نصيبها الأكبر. ولا يقل المشهد الاقتصادي العراقي تعقيداً على المشهد السياسي، فالتحديات التي واجهت الإصلاح الاقتصادي أركانه كبيرة تتمثل بفساد الحكومات ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية ومؤسسات الصحة والتعليم والمالية. لم تنجح الحكومات المتعاقبة في تحقيق الحد الأدنى من تحسين البنية التحتية للبلد ورفع مستوى معيشة المواطن البائس، ولم تفلح الموازنات الانفجارية للسنوات السابقة في توفير الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتحسين مستوى الطرق وإدامة شبكات الماء والمجاري. من جانب آخر، لم تنجح الحكومة في إقرار قوانين وتشريعات قادرة على تنشيط القطاع الخاص. وخلال الأعوام الثلاثة الماضية تعرض الاقتصاد العراقي لانتكاسات كبيرة تسببت بزيادة معاناة شرائح اجتماعية كثيرة، زادت من معدلات الفقر وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها، ولا سيما بعد خفض قيمة الدينار وتصاعد معدلات التضخم. من بين عوامل فشل ودمار الاقتصاد العراقي هو غياب التخطيط السليم وتعدد مراكز القرار المحكومة بأمزجة سياسية وتفكير ضيق ومحدود. نشر صحيفة واشنطن بوست تحقيقا عن استهداف القوات الخاصة الصهيونية للمواطنين الفلسطينيين مباشرة بقتلهم ولا سيما الأطفال. وأوضحت الصحيفة أنه لطالما كانت الاقتحامات الصهيونية عنصرا أساسا من عناصر الحياة في الضفة الغربية المحتلة، لكنها كانت تحدث غالبا في الليل وعادة ما تنتهي باعتقالات، إلا أن هذا العام وفي ظل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الاحتلال شهد تنفيذ العديد من الاقتحامات في أثناء النهار في مناطق مكتظة بالسكان مثل جنين وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية. نقلت واشنطن بوست عن العديد من الخبراء الذين تحدثت إليهم أن الاقتحام الإسرائيلي لمدينة جنين في نهار 16 من آذار يعد انتهاكا للحظر الدولي على عمليات القتل خارج نطاق القانون، وأن هذا الانتهاك تزيد فداحته لكون من ادعت إسرائيل أنهما مسلحان لم يكونا يشكلان أي تهديد للقوات الإسرائيلية لحظة الاغتيال، إلى جانب وجود العديد من المدنيين في المكان. وقال المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء فيليب إلستون للواشنطن بوست بعد مراجعة الأدلة التي قدمتها الصحيفة: يمكن للمرء أن يقول بدرجة من الثقة إن هذه عمليات إعدام خارج نطاق القضاء. وفقا لتقرير وفا من جهته، قال المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك إن عمليات القتل هذه غير مشروعة إلى حد بعيد بموجب المعايير الدولية، وما يزيد من عدم مشروعيتها هو اختيار تنفيذ عمليات الاغتيال في سوق مدنية مزدحمة بشكل واضح. شهدت الحرب الروسية الأوكرانية في الأيام الماضية تطوراً مهماً عندما كشفت روسيا عن دخول مجموعة مسلحة إلى أراضيها عبر الحدود الأوكرانية، وهو ما يعني أن أوكرانيا ربما تكون قد بدأت نقل الحرب إلى داخل روسيا، وسواء أفعلت ذلك أم تخطط له، فإن السؤال الذي يطرحه الكاتب والمحلل الألماني أندرياس كلوث في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء هو: هل هذا سيكون أمراً جيداً؟ وأضافت الوكالة أن نقل الحرب الأوكرانية إلى داخل روسيا خطأ استراتيجي سيدفع ثمنه العالم. يمكن أن تفتح أوكرانيا جبهات جديدة داخل روسيا، وفي هذه الحالة سيضطر بوتين لسحب أجزاء من قواته الغازية في أوكرانيا لإعادتها إلى روسيا، وهذا سيضعف القوات الروسية في أوكرانيا ويساعد الأوكرانيين على استعادة أراضيهم. كما أن بوتين سيبدو ضعيفاً داخل بلاده وسيصبح عرضة لخطر الانقلاب عليه، فبوتين يمتلك ترسانة نووية وهدد أكثر من مرة باستخدامها إذا وجد نفسه محاصراً،
وإذا كان العالم بما في ذلك الصين أقرب حلفاء روسيا، أقنع بوتين حتى الآن بأن أي تصعيد نووي لن يكون مقبولاً، فإن العقيدة الروسية تسمح باستخدام الأسلحة النووية إذا كانت الدولة الروسية نفسها في خطر. ولما كان بوتين يعتبر نفسه روسيا نفسها، فقد يقرر استخدام هذه الأسلحة إذا تأكد من هزيمته الشخصية. وأكبر المخاوف في الغرب هو احتمال تورط حلف شمال الأطلسي في الحرب ضد روسيا، والتي يمكن أن تتحول في هذه الحالة إلى حرب عالمية ثالثة. هذه مشاهدينا الكرام وقفة قصيرة مع الرسوم الكاريكاتيرية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. من بين الصعوبات الكبيرة التي يواجهها العالم اليوم الحصول على أغذية، وإذا كان سكان البلدان الفقيرة يتعايشون منذ سنوات مع هذه الحال بكونه واقعاً يرتبط بالظروف السياسية والأمنية المحيطة بهم، فقد لحق بهم سكان بلدان أكثر استقراراً في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات حديثة العهد. ولا شك في أن التضخم ترك أثاراً سيئة في أشخاص كثيرين في العالم باتوا لا يستطيعون مواكبة ازدياد أسعار السلع اليوم، ما يرغمهم على الانتقال من سلع أعلى جودة إلى أخرى أقل. وهكذا انتقلت مشاهد المعاناة من أنواع الغذاء وكمياته، مثلاً من أفغانستان حيث تتركز مصادر الطعام منذ سنوات في المحاصيل الزراعية البسيطة والخبز الضروري للحياة، إلى الأرجنتين ولبنان، وهما أيضاً من بين الدول العشر الأكثر تضرراً من تضخم أسعار الغذاء هذا العام بحسب تقرير أخير نشرته مجلة فورس الأمريكية. أصبحت سفينة باريس تو الحربية الغارقة قبالة سواحل ولاية أنطاليا التركية أصبحت مقصداً لهواة الغطس والتصوير تحت الماء. على الرغم من كثرة نقاط الغطس قبالة سواحل قضاء قاش التي تبلغ نحو 200 نقطة، إلا أن نقطة الغطس للسفينة الفرنسية هذه هي من أفضل وجهات الغطس في المنطقة ومن بين أفضل 100 نقطة غطس في العالم. نبقى قبل الختام مشاهدينا مع المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف.
this was our last test flight, really just evaluating the customer experience. And that's because we're ready to go fly customers. And this is the beginning. Yeah, and I hope that so many more people get to experience this, because it is indescribable, and I can close my eyes and I can see it. And the sensation, the anticipation, and it's going to be something I'm going to be piecing apart and trying to understand probably for the rest of my life. And I hope that so many more people and diverse groups of people get to go up and see this, and from so many more nations, which is exactly what we're going to do. And it's going to be phenomenal. في نهاية جولتنا الصحفية في صدى الأقلام، تقبلوا تحيتنا من الرافدين. السلام عليكم.